السلام عليكم يا اولاد، يا رب تكونوا بخير. بصوا بقى، عشان انا يعني ايه في كده الاسئله اللي بتتكرر كتير قوي دي. ال WHO، لو استخدمتوه كريفرنس، ال WHO ده احنا بنستخدمه للكلاسيفيكيشن بتاع التيومرز غالبا، تمام؟ فلما تستخدمه كريفرنس، كل كتاب من كتب ال WHO ده هيت ليها كاتب، فانت هتدور على اسم الكاتب. يعني ال WHO ده ما تكتبهوليش ان هو ريفرنس، تكتبليش جنب البتاع. ممكن لو عملت كلاسيفيكيشن بتاع تيومر تكتب لي WHO كلاسيفيكيشن اللي طالعه سنه كذا، عشان انا مش عارفه ليه كلكم فجاه كده بقيتوا تسالوا في ال WHO. مش عارف، بلاش منه خلاص، ما فيش داعي ان احنا ناخد اصلا من ال WHO غير لو كان كلاسيفيكيشن بتاع تيومر، تمام؟ فبنكتب ال WHO classification سنة 2018 أو سنة 2017 أو 2010، لو أصلا الموضوع بتاع الريسيرش كان على تيومرز، وأنت مطلوب منك تكتب طبعا ال classification بتاعها. غير كده ال articles ما خلصتش إن أنا آخد من ال WHO، لأ. يعني اخر حاجه تستخدموها في ال WHO تاخدوا كلاسيفيكيشن بتاع التيومر، تمام؟ غير كده بلاش منه خالص، خدوا من ارتكل بريفرنس ليها كاتب كاتبها. ومش لازم اخد صوره من WHO، ما حبكتش برضو، خد الصوره من الارتكل اللي انت واخد منه، زي الكلام اللي انا قلته امبارح، تمام؟ ده الكلام بالنسبه لل WHO اللي انتوا كلكم دلوقتي فجاه لقيت كل الناس بتبعت لي WHO WHO. بلاش منه غير في الكلاسيفيكيشن بتاع التيومر وبس. هتكتب تيبل بالكلاسيفيكيشن وتحته كده WHO كلاسيفيكيشن سنة كذا وخلاص، تمام؟ لكن ما خدش منه باراجراف ملهاش داعي، لان ليه بديل، تمام؟ وما ينفعش اكتب باراجراف عادي كده واكتب جنبه ال WHO، لازم اكتب اسم الاوثر اللي كتب الباراجراف ده، فانت ممكن صعب ان انت توصل له، تمام؟ فبلاش منه خالص، وخد من حاجة واضحة. طيب تاني حاجة، العناوين بتاعت البحث. انا سالت كذا حد، سالت رئيسه القسم بتاعت الباثولوجي، وسالت كذا دكتور عندنا من الناس اللي بتقيم الابحاث، لا، العنوان انت هتاخده زي ما احنا كاتبينه لك، وهتكتب عنه زي ما هو بالظبط، مش تكتب حاجه ريليتد للعنوان. احتمال ده مطلوب منكم في المواد التانية، انا معرفش، بس احنا بالنسبه لنا منزلين موضوع البحث زي ما هو كده، اللي انت هتاخده تخليه عنوان، واللي انت هتاخده تتكلم عن كل ايتم احنا منزلينها. فانت ما تتكلمش عن حاجه ريليتد للموضوع اللي احنا منزلينه، لا، احنا عايزين الموضوع زي ما احنا منزلينه كده الايتمز اللي فيه، ودي حاجه خلاص انا اتاكدت منها 100%. ده بالنسبه لنا احنا كباثولوجي. اي حاجه بالنسبه للمواد التانية انا ما عنديش فكره، ممكن تسالوا الدكتور بتاعها، تمام؟ تالت حاجه، اللي هيكتب بحث صدقوني هيتقبل. اي بحث مكتوب مستوفي العناصر بتاعته، والكلام ده انا قلته للمره دلوقتي تقريبا دي مره رقم 20، اللي كاتب البحث بالكفر فوق الكفر بيج الانترو الابستراكت الريفيو او الكور والريفرنس، تمام، هتتقبل وكل حاجه هتبقى تمام، وان انت كاتب الريفرنس طريقه مظبوطه وخلاص. ما نقعدش بقى يعني نكتب بقى اصل انا عامل البلاجيريزم 0% ازاي، يعني مؤلف انت اللي مؤلف الكلام، امال ايه الريفرنس يبقى انت بس، تمام؟ هو ايه 0% بلاجيريزم؟ انا مش فاهماها دي، يعني تمام، يعني انت الكلام كله انت مؤلفه وفي الاخر هيطلع تكتب الريفرنس نفسك بقى، لان ما هو البحث انت لازم واخده من بيجز ثانيه، تمام؟ فما حدش يفضل يدخل لي في برنامج بلاجيريزم وتطلع لي 8% وال10% وال20% وانا كده كويس، انا كده يتقبل. الكلام ده كله كلام فارغ بصراحه، ملوش اي ستيل لازمه. انت خد الباراجراف كوبي بيست زي ما هو، زي ما كلنا بنعمل، وغير بكلمتين فيه وخلاص، ما تقعدش تقرف نفسك ببلاجيريزم وبرنامج والكلام ده بقى، تمام؟ بس هو ده اللي انا عايزه اقوله، واللي انا بركزت اللايف ده عشان ايه؟ عشان موضوع ال WHO، عشان موضوع التايتل بتاع ابحاث الباسو. السلام عليكم يا ولاد. بالنسبه للصوره اللي احنا هناخدها في البحث، اي صوره بقى هتكتبها هتاخدها في البحث، ما تاخدش صوره من جوجل، خد صوره من الارتكل او من التكست بوك اللي انت بتتعامل معاه، علشان تعرف تكتب الريفرنس بتاعها. الريفرنس بتاع الصورة هو نفسه الريفرنس بتاع الارتكل او بتاع التكست بوك اللي انت بتاخد منه. يعني انا مثلا هحط صورة دلوقتي مثلا بتاعت مايكروسكوبيك بيكتشر بتاع مثلا ثايرويد، ودي اول صورة عندي. انا عندي مثلا اربع صور هحطهم في البحث بتاعي، هكتب قدام كل صورة هي فيجر رقم كام، زي ما قلتلكو في البوست انا كتبته، هكتب ده فيجر
مثلا بين قوسين 1 او 2 او اي حاجة، وبعد كده showing واشرح الصورة دي بتتكلم عن ايه في كلمتين في جملة، وبعد كده هقوم كاتبة بين قوسين الريفرنس زي بالظبط ما بكتب الريفرنس جنب الباراجراف العادي. تمام؟ يعني انت ممكن تكون واخد باراجراف من ارتكل بريفرنس، واخد صورة من نفس الارتكل بنفس الريفرنس عادي جدا. تمام؟ يبقى الصورة ما اجيبهاش من جوجل، الصورة اجيبها من الارتكل اللي انا واخدة منه علشان الاقي لها ريفرنس. ما تروحش تزنق نفسك في صورة ما يكونش لها ريفرنس، لان اي صورة لازم يتحط تحتها ريفرنس، لازم يتحط تحتها كومنت كأنه باراجراف سطر او سطرين وجنبه ريفرنس زي بتاع الباراجراف. تمام؟ تمام. يعني اتعامل معاها، اتعامل الصورة بالكومنت بتاعها كأنها باراجراف انت كاتبه في البحث بتاعك عادي. تمام؟ بنفس طريقة الريفرنس بكل حاجة. تمام؟ بس كده ده موضوع بالنسبة لموضوع الصورة. حاجة كمان بالنسبة لموضوع عنوان البحث، دلوقتي الكلية منزلة عناوين، انا مش عارفة هم طلبوا منكم تكتبوا العنوان بالظبط ولا ان انتوا تكتبوا حاجة ريليتد للعنوان، دي حاجة انا ما عنديش فكرة عنها، ما عرفش ايه المطلوب، ان انتوا تكتبوا العنوان بالظبط هو هو، ولا ان انا اكتب اختار اي حاجة ريليتد للعنوان ده واكتب عنها. فدي حاجة المفروض تسألوا فيها إدارة الكلية، تسألوا فيها لو انتوا على كونتاكت مع أي حد منهم من اتحاد الطلبة أو أي حاجة يقدر يفيدكوا في الموضوع ده، هوت يسأل ويرد عليكم في الموضوع ده، يبقى تمام. عشان خاطر أنا معرفش انتوا المفروض تكتبوا العنوان زي ما هو بالظبط زي ما مكتوب عندكم في الإيميلات اللي مبعوتة لكم، ولا المفروض تغيروا في العنوان. فدي برضو حاجة تسألوا فيها، لأن دي حاجة أنا معرفهاش ومش عايزة أقول لكم تعملوا كذا عشان مبقاش قلت لكم تكتبوا حاجة غلط. تمام؟ فاسألوا المسؤول ان هو بيبعت لكم الايميل او اي حد من اتحاد الطلبة ان هو يوصل لهم السؤال ده ويجاوب عليكم. السلام عليكم يا اولاد. معلش بالنسبة للسؤال، بتسألوني كتير قوي قوي عن حتة الـ APA. الـ APA ده هي نفس طريقة كتابة الريسيرش اللي انا كنت حطاها في الفيديو. تمام؟ طيب يعني انت ممكن سوري، نفس طريقة كتابة الريفرنس اللي انا كنت كاتباها في الفيديو، اللي انت توضب الريفرنس بنفسك ازاي، تاخده من الارتكل او من التكست بوك وتوضبه ازاي. تمام؟ مش لازم تطلعه جاهز من الصفحة او من الارتكل اللي انت فاتحه، انت ممكن انت تاخده وتوضبه بنفسك، الموضوع مش هياخد ثانية لكل ريفرنس. ما تشغلش نفسك ان انا افضل ادور على الاي بي اي ومش عارف هو موجود فين والكلام ده. ساعات الاي بي اي بيبقى موجود في ارتكلز باسم سايتيشن. تمام؟ هتلاقي موجود مكتوب اسمه سايتيشن، يعني السايتيشن او الاي بي اي هتلاقي مكتوب فيه الريفرنس اللي انت بتدور عليه. افرض ما لقيتش في الارتكل اللي انت بتطلعها دي السايتيشن او ما لقيتش الاي بي اي، عادي اكتب انت الريفرنس بنفسك زي ما قلت لكم. هتكتبوا الاول اسماء الاوثرز، الاوثرز بيتكتب بالسكند نيم يتكتب كامل والفيرست نيم يتكتب حرف واحد وجنب وبعديه نقطه، وبعد كده السنه بتاعه الارتكل، وبعد كده عنوان الارتكل، وبعد كده اسم الجورنال. مش لازم تقعد تتعب نفسك في تدوير على اي بي اي او تدوير على سايتيشن. اي بي اي وسايتيشن ذا سيم، هما الاثنين فيهم الريفرنس متوضب، بس انت لو وضبته بنفسك لو ما لقيتش اي بي اي وسايتيشن عادي مش نهايه الدنيا، انت ممكن توضب الريفرنس اللي قدامك بنفسك. طيب لو انا واخد الريفرنس من تكست بوك اعمل ايه؟ نفس الكلام، هكتب الاوثر بتاع التكست بوك، الكاتب هكتبه برضو السكند نيم كامل والفيرست نيم حرف واحد وجنبيه نقطه، وبعد كده السنه بتاعت الكتاب اشوف الكتاب ده طالع سنه كام، 2010 2019، وبعد كده اسم الكتاب والفوليوم بتاعه، وبعد كده اقوم كاتبه الصفحه النمبر بتاع البيج اللي انا واخد منها الحاجه اللي انا واخداها. بس كده بكل سهوله، ما تقعدوش تتعبوا نفسكم في تدوير اي بي اي وسايتيشن والكلام ده، ريفرنس في منتهى السهوله. تمام؟ سواء كان انت لقيت قدامك الاي بي اي واضح او اسمها سايتيشن واضح في البيبر اللي قدامك، او سواء كانت تبعت الطريقه اللي انا قلتها لكم في الفيديو اللي فات، هيوصل لك لنفس النتيجه بتاعت الريفرنس سيم. شوف ايه اسهل لك، ايه اللي واضح قدامك. تاني حاجه السيرش عن الموضوع بيبقى في منتهى السهوله، مش ما تدخلش على باب ميد ولا تدخل على موقع خالص، انت بتاخد من ارتكل او من تكست بوك. طب ادور ازاي؟ يعني انا موضوعي مثلا رينال سيل كارسينوما، ما اقومش كاتبه رينال سيل كارسينوما في جوجل كده وخلاص، لا ده انا اكتب
انا هقسم الرينال سيل كارسنوما، انا هتكلم عن ايه؟ هتكلم عن انسيدنس ابيديميولوجي، هتكلم عن الايدج، هتكلم عن المورفولوجي، هتكلم عن الحاجات دي. كل حاجه منها ادور عليها لوحدها على جوجل. يعني ابدا مثلا انا هتكلم عن الانسيدنس، اقوم عامله سيرش في جوجل انسيدنس اوف رينال سيل كارسنوما، هيطلع لي ارتكلز كتير جدا اقوم واخد منهم. طب افرض باراجراف الانسيدنس ده انا عايزه اكتب فيه كذا جمله من كذا ارتكل، مش هاخده كله من ارتكل واحد. كل جمله هتكتبها هتكتب جنبها الريفرنس بتاعها زي ما انا قلت لكم، اللي هو السكند نيم بتاع الاوثر، سواء كان لوحده او هما كتير، هكتب جنبه ايتال والسنه. يعني ممكن الباراجراف الواحد تكون متكون من 3 جمل مثلا، كل جمله من بيبر مختلفه، هكتب قدام كل جمله انا واخدها منين. مفيش اي مشكله، ممكن الباراجراف الواحد تكتب فيه اي ريفرنس. باراجراف الواحد متكون من 10 جمل، كل جمله واخدها من ريفرنس، هكتب الريفرنس جنب كل جمله، مفيش اي مشكله خالص. تمام. طيب اما اجي ادور، خلاص انا حطيت انا قدامي العناصر بتاعت الموضوع اللي انا هتكلم عنه، اتكلم عن الانسيدنس، خلاص هدور على الانسيدنس اوف رينال سيل كارسينوما لوحده، وبعد كده ادور على المورفولوجي، هقوم كاتبه ايه مثلا جروس بيكتشر اوف رينال سيل كارسينوما لوحده، بدور عليه لوحده، وبعد ما اقومش ادور على التريتمنت لوحده، على الكومبليكيشن لوحده. ما تقومش كاتب رينال سيل كارسينوما وبس ويطلع لك ارتكل تاخد منه كل حاجه، لا، انت بتقسم نفسك ايتمز قبل اصلا ما تفكر انك تعمل الريسيرش او تفتح جوجل او اي حاجه. لازم اكون عارفه في دماغي ايه الايتمز اللي انا هتكلم عنها، وبعد كده هبحث عن ايتم لوحده في جوجل. تمام. ما تبحثش باسم الموضوع كامل، تبحث بايتم لوحده في جوجل، هيطلع لك ارتكلز كتير جدا بمنتهى السهولة. تمام. يعني سهلوا على نفسكم عشان الموضوع مش مستاهل القلق ده كله، ولا مستاهل ان انتوا يعني ان انتوا توقفوا نفسكم في الريسيرش. مش لاقي الاي بي ايه، الاي بي ايه ده، ما تكتب انت ريفرنس على ايدك وخلاص. تمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة بس أنا شايفة أن أنتوا يعني قلقانين شوية من موضوع كتابة البحث، قلقانين هو ما يتقبلش، أو قلقانين من موضوع البلاجيريزم والاقتباس والحاجات دهيت. فعشان كده أنا عملت الأوديو ده هوت. يعني ما تشيلوش هم أن البحث مش هيتقبل، لا هيتقبل إن شاء الله أكيد. يعني ما فيش حاجة اسمها إن شاء الله البحث مش هيتقبل، غير بقى لو كان حاجة يعني اللي هي يعني مثلا حد كاتب مش مستوفي العناصر كلها، لو حد مثلا مش كاتب ريفرنس، لو حد مش يعني لو الدنيا بقى عكة على الاخر. لكن انت اصلا مجرد ان انت خلاص انت تعبت في البحث وكتبت ريفرنس كويسة والكلام ده، البحث هيتقبل. فبلاش القلق، يعني اكيد طبعا في مراعاة طبعا ان انت اول مرة في حياتك تكتب بحث، يعني فما تقلقوش خالص من موضوع ان البحث مش هيتقبل، وان انت تقعد بقى موسوس والكلام ده. مجرد بس ان انت هتستوفي العناصر اللي الكلية بعتها، اللي هي صفحة الانترو، صفحة الكفر، صفحة الابستراكت، صفحة اللي هي الكور نفسها، واللي هو بنسميه الريفيو بتاع الموضوع، والكونكلوجن والريفرنس خلاص. وان انت كل باراجراف هتكتبه وتكتب بعديه الريفرنس بتاعه، تمام. موضوع البلاجيريزم ده ما تشغلوش نفسكوا بيه قوي، مش لدرجة ان احنا مش هنقبل البحث لو مقتبس، لا عادي. احنا في الرسائل بتاعتنا سواء ماجستير او دكتوراه بنعمل ايه؟ بننقل بناخد الباراجراف كوبي بيست زي ما هو من البيبر، وبعد كده مثلا نلاقي جمله في النص ملهاش لازمه اقوم شايلها من وسط الباراجراف. جمله مثلا ساعات الباراجرافات اللي بتنقلوها من البيبر او من التكست بوك بيكون فيها جملتين جنب بعض بيؤدوا نفس المعنى، اشيل واحده منهم هيغير شكل الباراجراف. جمله في الاكتف اقوم عاملاها باسيف، تمام. كلمه ممكن احط كلمه تانية مكانها تؤدي نفس المعنى، لكن مش مطلوب منك ابدا انت تعيد صياغه الموضوع كله من اوله لاخره باسلوبك. الموضوع يعني مش تعنت، ولا موضوع ان احنا يعني ان هم يعني هيقفوا على الواحده، وانا اتاكدت من ناس منهم ان هو طالما انت مستوفي العناصر اللي الكليه بعتاها، طالما انت اللي هي من حيث قلت لكم اللي هي الصفحات، ان انت كاتب في كل حاجه عدد الصفحات، تمام، الخط السبيسنج ما اعرفش ايه، المنظر العام كويس. طبعا موضوع الريفرنس مهم ان يكون عندك ريفرنس بس، يعني لكن ما تاخدش من ويب سايت، تاخد من بيبر، ودي سهله. اي ايه البيبر دي؟ اللي زي ما وريتكم امبارح في الفيديو، اللي بيكون فوق بيكون فيه اسماء اوثرز وجورنال، الويب سايت لا ما بيبقاش كده، تمام.
وطريقه كتابه الريفرنس خلاص، خلي الفيديو مفتوح جنبك، سواء الفيديو اللي عملته لك او انا عرفت ان الكليه عامله لكم فيديو، افتحوا ده او ده، وخطوه خطوه هتلاقي نفسك كتبت الريفرنس، مش فيهاش مشكله خالص. القلق كله في موضوع اللوكت بيس، ولا تحطه في بالك اساسا، مجرد تغيير كلمه، حاجه في الاكتف اعملها في الباسيف، شيل انقل الباراجراف زي ما هو كده، وشيل منه جمله في النص، شيل منه جمله يعني من الباراجراف اللي انت عامله كوبي بيست، لكن ما تحملوش نفسكم فوق طاقتها. يعني في طبعا اعتبار كبير جدا ان انتوا اول مره في حياتكم هتكتبوا بحث، واول مره في حياتكم تتعرضوا لحاجه زي كده، وهي اصلا موضوع مش سهل. يعني محدش فينا كان متعود خالص ان هو يكتب حاجه ولا يعني اي حاجه اول مره، وكمان مش مالكش مساحه كبيره انك تكتبه فيها، لا دي اول مره ولك وقت معين، اسبوعين ولا 3 اسابيع ولا حاجه. فطبعا كل الحاجات دهيت لها اعتبار وبنعتبر بيها، فمحدش يقلق خالص من الموضوع ده، وخدوا يعني الموضوع ببساطه اكتر من كده. بس انا مجرد بس ان انتوا تبقوا مطمنين وانتوا بتكتبوا ان شاء الله اللي بتعملوه هيتقبل طالما مستوفي العناصر بس، وربنا يكرمكم جميعا يا رب وتخلصوا على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لموضوع البحث، أنا بصراحة يعني حاسة أن أنا مهما بكتب في الكلام أو بسجل فيديوز برضو نفس الأسئلة بتتكرر 100,000 مرة، مش عارفة ليه. فده ملخص الموضوع من أوله لأخره، عشان هو ده اللي احنا عايزينه. أي تساؤل بعد اللي أنا بقوله ده يبقى أنت بتصعب على نفسك، يبقى أنت عايز تصعب على نفسك، يبقى صعبها على نفسك بقى براحتك، بس أي تساؤل بعد ده يبقى هو فعلا تصعيب على النفس. طيب اول حاجه انت بتعملها ايه في البحث؟ الكفر فوتو. الكفر فوتو بتكتب فيه حضرتك عنوان البحث، احنا بالنسبه لنا المواضيع الباثولوجي اللي احنا منزلينها عايزين العنوان اللي احنا كاتبينه بس، اي ماده تانية ماليش دعوه بيها، اسال الدكتور بتاع الماده العنوان اكتبه ازاي. انا بتكلم عن الباثولوجي دلوقتي، عنوان البحث هي العنوان اللي احنا منزلينه. طيب خلصت العنوان في الكفر فوتو، طيب هتكتب ايه؟ هتكتب بعد كده اسماء المشاركين في البحث وارقامهم واسم الماده او اسم الموديول، وبعد كده اسم الكليه فاكولتي اوف ميديسن كايرو يونيفرسيتي. الكفر فوتو اعملها بالخط اللي انت عايزه، بالتصميم اللي انت عايزه. تمام، خلصنا من الكفر فوتو. هتدخل بعد كده على حاجه اسمها الابستراكت، سيب الابستراكت ده دلوقتي. بعد كده بعد صفحه الابستراكت، الابستراكت هتتكتب في صفحه لوحدها، بعد صفحه الابستراكت صفحه اسمها الانترودكشن. ايه الانترودكشن دي؟ الانترودكشن دي انت بتجيبها كوبي بيست من عادي من ريفرنس، من بيبر. يعني البحث ده كله انت بتجيبه يا اما من بيبر يا اما من تكست بوك. كتاب الكليه ما ينفعش، واي حاجه تانية غير البيبر والتكست بوك ما تنفعش. تمام، طيب انا دلوقتي هبدا اكتب في الانترودكشن. الانترودكشن دي بتتكتب كوبي بيست من بيبر او من تكست بوك. الانترودكشن دي بقسمها، ممكن تخليها صفحه مثلا، اقسمها باراجرافات. تمام، بس باراجراف اتكلم ملخصا كده عن اللي انت هتكتبه في الموضوع بتاعك. لو حتى ممكن تأجل الانترودكشن دي في الاخر، وتاخد بعض الجمل بالريفرنس بتاعها من مضمون البحث بتاعك وترجع تنقلها في الانترودكشن. تمام، يبقى الانترودكشن دي بريفرنس مش من تأليفك. الانترودكشن دي بتتاخد كوبي بيست عادي من اي بيبر او اي تكست بوك، زيها زي موضوع البحث بالظبط، انت بتألفهاش. البحث ده كله من اوله لاخره، مفيهوش حاجه من تأليفك اصلا. تمام، طيب خلصت الانترودكشن دي، هتدخل على الكور او الريفيو اللي هو موضوع البحث. ايه الكور او الريفيو ده؟ ده الموضوع اللي انا بتكلم فيه. طيب الكليه محدده لي ايتمز معينه اتكلم فيها، يبقى لازم تتكلم فيها. الكليه محدده ايتمز عشان انت لازم تتكلم فيها، عايز تزود عنها زود، بس تكون الكليه محدده حاجه يبقى لازم حضرتك تتكلم فيها. موضوع اكيد واضح جدا، والا ما كانوش يحددوا الايتمز، هنتعب نفسنا ونحدد ايتمز ليه؟ احنا محددينها علشان تكتب عنها. تمام، طيب كتبت عن الايتم بتاعت الكليه، زود براحتك اللي انت عايزه، بس اهم حاجه تكون كاتب عن الايتمز كلها ايا كانت هي ايه بقى. تمام، طيب خلصت الكور ده، هيتكتب ازاي الكور ده؟ انا هكتب برضو نفس الكلام كوبي بيست من اي بيبر او من اي بيبر او من اي تكست بوك، وهكتبه على هيئه باراجرافات. ممكن اكتب
عنوان قبل الباراجراف. ممكن تكتب عنوان قبل الباراجراف، ممكن اكتب عنوان اسمه انسيدنس، عنوان اسمه ريسك فاكتور، عنوان اسمه مورفولوجي، عنوان اسمه كومبليكيشن، ممكن اكتب عنوان عادي. تمام، الباراجراف تكتبه على بعض وتكتبه في بوينتس عادي، مش مهم اي حاجة. المهم ان بعد كل باراجراف تكتبه حضرتك تكتب لي ريفرنس بعده. طب الريفرنس بتاع الباراجراف ده هتجيبه منين؟ الريفرنس بتاع الباراجراف هتجيبه من الارتكل او من التكست بوك اللي انت واخد منه. طب يا دكتورة التكست او الارتكل اللي انا واخد منه ده هو عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن ان الناس كاتبه فيه باراجراف، والباراجراف ده قدامه رقم، والرقم ده ليه ريفرنس تاني غير الريفرنس بتاع الارتكل الكبيرة. اعمل ايه؟ اخد الريفرنس اللي قدام الباراجراف ولا اخد الريفرنس الكبير عامة؟ لا، تاخد الريفرنس اللي قدام الباراجراف. طب يا دكتورة الارتكل الريفرنس بتاعه جديد، لكن الرقم اللي قدام الباراجراف الريفرنس بتاعه قديم، معلش اختار باراجراف من الارتكل دي يكون قدامه ريفرنس جديد. عادي جدا هتلاقي الباراجراف الارتكل اللي انت واخد منها مليانه ريفرنسز، مليانه باراجرافات جنبها ارقام، الارقام دي في منها قديم قوي وفي منها جديد، حاول تختار الجمل اللي قدامها ريفرنس جديد. طيب اكتب الريفرنس ازاي قدام الباراجراف بتاعي؟ هكتب الريفرنس قدام الباراجراف ان انا هكتب السكند نيم بتاع الاوثر اللي هو اسم والده مش اسمه هو خالص، وجنبها السنة. طيب طبعا انتوا عارفين ان الاوثر بيكتب اسمه بالسكند نيم كامل وحرف اول حرف من اسمه، انا مش عايزه جنب الباراجراف اول حرف من اسمه، انا عايزه السكند نيم بس، مش عايزه اول حرف من اسمه ده خالص في الباراجرافات. تمام، يبقى انت هتكتب اسم السكند نيم بتاع الاوثر بس وجنبه كومه وبعد كده السنه. دلوقتي بتكلم عن الريفرنس ده انا هكتبه جنب الايه؟ جنب الباراجراف. طيب انا كتبت افرض الريفرنس انا واخد منه لاتنين اوثر، يبقى هكتب فلان اند فلان وبعد كده كومه السنه. لو ليه اكتر من اوثر هعمل ايه؟ هقول فلان اللي هو السكند نيم بتاعه وبعد كده ايتال وبعد ايتال كومه والسنه. طيب والريفرنس ده انا بكتبه بعد الباراجراف ده يا ولاد بحطه بين قوسين وبعمله بالبولد، بحطه بين قوسين وبعمله بالبولد، والنقطه اللي في اخر كل باراجراف ما تبقاش قبل الريفرنس، تكون بعده. تمام، وكل ده انا مصوره بيه صور وحطاه عادي في الكومنتات اللي على البوستات اللي انا بنزلها دي، ابقوا ارجعوا لها تاني. طيب ده بالنسبه للريفرنس اللي انت هتكتبه جنب كل باراجراف، مفيش باراجراف يتحط له نقطه اخره غير لما يكون اخرها ريفرنس. اتفقنا؟ ان شاء الله تحط بعد كل جمله ريفرنس، مش مهم الكليه محدده لك عدد ريفرنس كمينيموم، يعني انا ما قللش عن ده بس ممكن ازود عنه عادي جدا. تمام، قدر المستطاع هات ريفرنس جديد، كل ما تقدر تجيب ريفرنس جديد اكتر يبقى افضل بكتير، لكن المفروض ان انا ما اجيبش ريفرنس من سنوات قديمه، يعني اقل من 2010 لابد اقلل، يعني لو انا اقدر قدر المستطاع اجيب لغايه 2013 و14 و15 لغايه و19 يبقى تمام، يعني اقل من 2010 اقلل شويه، ما فيهاش حاجه لما يكون في ريفرنس في النص كده بس اقلل، كفايه واحد او قديم مثلا كده، ما يبقاش كل الريسيرش بتاعي ريفرنسز قديمه تبقى ملفته كده للنظر ان هو لا ده قديم. تمام، لكن لما يبقى واحد في النص والباقي كله جديد، لا الجديد هو اللي بياخد العين طبعا. طيب ده بالنسبه للكور. طيب خلصت انت الكور وعرفت ازاي تكتب الريفرنس بعد كل باراجراف في الكور؟ جميل، خلصنا الكور، بعد الكور بنكتب حاجه اسمها الايم اوف ذا ورك. الايم اوف ذا ورك ده اللي انا اللي هي ماي ورك ماي ريس او ذيس ريسيرش ديمونستريت ايه؟ 1 2 3 4 اقسمهم في بوينت، ده الايم اوف ذا ورك. خلصت الايم اوف ذا ورك هتكتب صفحه اسمها كونكلوجن. طبعا الايم اوف ذا ورك ده ما فيهوش ريفرنسز، ده انت بتكتب مثلا ذيس ريسيرش ويل ديمونستريت اول حاجه الكومن تايبس اوف رينال ستونز، الموست ريسنت موداليتيز ان تريتمنت اوف رينال ستونز، الموست او الريسنت دايجنوستيك تولز فور دايجنوستس اوف كانسر كذا، اي حاجه اللي انت اللي هي الحاجات اللي انت وضحتها في البحث بتاعك هتكتبها 1 2 3 4 في الايم اوف ذا ورك. طيب خلصت الايم اوف ذا ورك، طيب هنكتب بقى لنا ايه؟ بقى لنا بقى الكونكلوجن. ايه الكونكلوجن ده؟
ده خلاصة، ده انت اللي بتكتبه بنفسك بقى، ما فيهوش برضو اي ريفرنس خالص. تقول مثلا ان الريسيرش بتاعك وضح ايه، وضح مثلا ان السي تي هو اكتر او احسن ميثود في الدايجنوزيس بتاع كذا، ان الدواء الفلاني هو افضل تريتمنت في علاج المرض الفلاني، ده اللي انت توصلت له من الريسيرش بتاعك. تمام. طيب في كده حاجة احنا سايبينها فاضية، ايه هي؟ الابستراكت. الابستراكت ده بقسمه 3 بوينتس، بوينت اسمها انترودكشن، وبوينت اسمها ايم اوف ذا ورك، وبوينت اسمها الكونكلوجن. فانت بتقسمه 3 حاجات، انترودكشن وايم اوف ذا ورك وكونكلوجن. بكتب قدام كلمة introduction جزء من الانترودكشن اللي انا كاتبها من غير references، قدام الـ aim of the work الـ point اللي انا كاتباها في الـ aim of the work بتاعي من غير ما اكتبها في point، بكتبها في باراجراف على بعضها، وبعد كده الـ conclusion بكتب جزء منه. يبقى الـ abstract انا قسمته 3 نقط، point اسمها الـ introduction، و point اسمها الـ aim of the work، و point اسمها الـ conclusion، وبكتبهم من غير اي ريفرنس، واختصر فيهم بحيث ان هم ما يزيدوش عن 200 كلمه. هيقلوا عن 200 كلمه اوكي، مفهوش مشكله، بس اهم حاجه ان هو ما يزيدوش عن 200 كلمه. طيب كده باقي ايه؟ باقي الاخرانيين خالص، اخر حاجه اللي هي الريفرنسز. الريفرنسز دي بقى كل ريفرنس انت كاتبه قدام باراجراف لازم يكون ليه مقابل ريفرنس كبير ورا، وقلت لكم بالتفصيل الريفرنس الكبير بيتكتب ازاي. بيتكتب بطريقه الاي بي اي، اللي هي ايه طريقه الاي بي اي دهيت؟ اللي انت بتكتب اسماء الاوثرز، واسماء الاوثرز لازم تتكتب بالسكند نيم كامل والفيرست نيم بتاعهم حرف، ده في الاخر. تمام، اسماء الاوثرز، وبعد كده السنه بتاعه الارتكل، وبعد كده عنوان الارتكل، وبعد كده اسم الجورنال. طيب لو انا واخد التكست بوك، الريفرنس بتاع تكست بوك، يبقى اكتبهم ازاي؟ هكتب الريفرنس بتاعه ازاي؟ هكتبه اول حاجة عندي ان انا اكتب الاوثرز اللي كاتبين التكست بوك ده، برضو الفيرست نيم بتاعهم يكون سوري السكند نيم هو اللي بكتبه، والفيرست نيم يبقى حرف بالظبط زي الاوثرز اللي انا بكتبها في البيبر عادي، وبعد كده السنة اللي طلع فيها الكتاب، وبعد كده عنوان الكتاب ايه هو او اسم الكتاب ايه هو، وبعد كده رقم الصفحة اللي انا واخد منها. تمام. طيب خلصنا كتبنا الريفرنس بتوعي. الريفرنس برتبهم الفابيتيكال. يعني ايه برتبهم الفابيتيكال؟ مش تمسك كل اوثر بتوع كل ريفرنس وترتبهم الفابيتيكال، لا طبعا لا طبعا. الريفرنسز على البدء بحرف الاي يبقوا ورا بعض، اللي بادئين بحرف البي يبقوا ورا بعض، الحرف السي يبقوا ورا بعض، هكذا. تمام، مش ترتب الاوثرز في كل ريفرنس، لا انت بترتب الريفرنس كلهم على بعضهم الفابيتيكال. يبقى انت كده عندك كام عنوان بتعمله في البحث؟ عندك حاجه اسمها كفر، حاجه اسمها ابستراكت، حاجه اسمها الانترودكشن، وحاجه اسمها الايم اوف ذا ورك. تمام، وبعد وحاجه اسمها الكور سوري، وحاجه اسمها الايم اوف ذا ورك، وبعد كده الكونكلوجن، وبعد كده الريفرنس في الاخر خالص. تمام كده. طيب في عنوان، في عناوين كده انتوا يعني ما حدش يكتب اهداء. اهداء لمين؟ انا مش فاهمه، ما تكتبوش اهداء ده خالص. تمام، ما تكتبوش ولا احنا عايزين ليست اوف ابريفيشن، ولا عايزين اهداءات، ولا عايزين ريزلت، ولا ماتيريال انيميشن، مش عايزين الحاجات دي خالص. احنا عايزين عناوين بس اللي انا ذكرتها واللي الكليه منزلاها في الطلبات بتاعتها. الخط اللي انت بتكتب بيه البحث بتاعك خط اسمه تايم نيو رومانس. تمام، طيب الخط رقمه كام؟ العنوان الكبير، هو العنوان الكبير ده اللي هو ايه؟ اللي هي كلمه abstract، كلمة introduction، كلمة review أو core، كلمة conclusion، كلمة references، ده العنوان الكبير. العنوان الكبير ده بكتبه بخط 18. السبتايتلز اللي هي مثلا زي الابيديميولوجي، الريسك فاكتور، معرفش ايه الحاجات دي، بكتبها بخط 16. لكن الخط بتاعي العادي اللي هو اللي بيتكتب بيه البحث ده خط ايه بالظبط؟ ده خط 14. تمام، يبقى انت 18 16 14. طيب ممكن تخلي العناوين بالبولد؟ ايوه ممكن تخلي العناوين بالبولد عادي خالص، براحتك مفيش اي مشكله. تمام، مش عايزين الوان، عايزينه ابيض واسود، متقعدش بقى تلون في البحث، مش لازم، هو ابيض واسود وخلاص. طيب معلوماتك زادت ايه؟ الحجم بتاع البحث يبقى قد ايه؟ الحجم بتاع البحث ما يزيدش عن 7 صفحات. ال7 صفحات دول غير متضمنين الكفر
ولا متضمنين الريفرنسز اللي في الاخر خالص. السبع صفحات دول شاملين الابستراكت والايم اوف ذا ورك والكور والانترو والكونكلوجن، لازم دول يتكتبوا في حدود 7 صفحات او اقل. تمام، البحث بتاعك لازم يكون فيه 4 صور، يعني ده اقل حاجه مسموحه ان هو يكون فيه 4 صور. تمام، طيب الصوره او الجدول بنقلهم كوبي بيست من المكان اللي انا واخدهم منه، واكتب جنبه فيجر نمبر الفلاني بين قوسين الرقم بتاعه، وجنبه كومنت صغير كاني بكتب باراجراف عادي خالص في البحث بتاعي، وجنبه الريفرنس بتاعه. خلاص تمام، بالظبط كان الكومنت اللي على الصوره او الكومنت اللي على الجدول كانه باراجراف. طيب ايه تاني بتقعد تسالوا عنه كتير؟ البلاجيريزم او الاقتباس. تمام، البحث ما انت لازم هتقتبسه، انت مش هتخترع علم جديد، احنا عارفين ان انت جايبه من ارتكل، عارفين ان انت جايبه من تكست بوك، احنا ما قلنالكش اخترع بحث جديد، لازم تكون مقتبسه. بس في حاجه اسمها ما خدش الحاجه كوبي بيست زي ما هي كده بدون تفكير، في حاجه اسمها ان انا خدت باراجراف من بيبر فلانيه وخدته كوبي بيست عندي انا في البحث بتاعي، ما خدش نفس القطعه كده زي ما هي كده، في جمله في النص ملهاش لازمه او كان المعنى بتاعها اتكرر اقوم شايلاها. تمام، في كلمه مثلا جمله مكتوبه في اكتيف ممكن اكتبها في الباسيف، كلمه ممكن تؤدي نفس المعنى اشيلها واحطها بدلها، مش تعيد صياغه البحث كله من اول وجديد باسلوبك، لا مش ده معناه كده خالص تماما، انت لازم كده كده هتاخد، يعني مفيش حاجه انت هتالفها. تمام، فهو ده المطلوب. تمام، هو ده اللي احنا عايزينه. ما تقعدوش بقى تسألوا أسئلة أوفر، تبقى عادي هتقول لي يا دكتور أسرا أعمل كذا، أصل يعني ممكن يعني هتقعد تخترع في السؤال وأزود، وتقول لي طب أزود كذا، هقول لك أزود. تمام، يعني لو أنا خلاص وضحت الحاجات اللي هي اللي احنا مطلوبة مننا، لما يجي حد يسألني في حاجة يقول لي هزودها، هقول لك أزودها، يبقى أنت كده اللي بتلود على نفسك. تمام، بس كده أتمنى يكون كل واحد فهم المفروض يعمل ايه في الريسيرش بتاعه، وانجزوه بقى وبعتوه يعني. تمام، بس تصبحوا على خير.